في قسم العناية المركزة حدثت ظاهرة غريبة تمثلت في وفاة واحد أو أكثر من المرضى بنفس الساعة 11 صباحا من كل أحد، ولم يكن لدى أطباء المستشفى أي تفسير لهذه الظاهرة، وقد استعانوا بفريق من الخبراء لدراسة الوضع ومعرفة أسباب الموت المفاجئ، إلى أن الفريق فشل في فك رموز اللغز، وبعد ذلك قرروا الانتظار خارج قسم العناية المركزة قبل الوقت بخمس دقائق، حيث كانت الأعصاب مشدودة. وعندما حانت الساعة 11 بالضبط لاحظوا دخول أحد عمال النظافة مؤجر لعمل جزئي من اليوم، يدخل المركز ويفصل الجهاز الذي على المريض من أجل أن يشبك المكنسة الكهربائية، حيث كان العامل على نيته مخلص بالعمل، ولكنه أعدم مجموعة من المرضى لكي يكنس الأرض.